رؤية فنية عن منتخبنا الأولمبي، وبإذن الله يكون الفوز الأول لي على منتخب الدومينيكان النهاردة إن شاء الله في السادسة مساء. بينضم لينا هاتفيا طبعا نجم طبعا جيل 92 مع منتخبنا الأولمبي ونجم نادي الإسماعيلي ومنتخبنا الوطني السابق كابتن محمد صلاح أبو جريش. كابتن محمد برحب بيك. اهلا بيك يا محمود، شرف ليا طبعا اكون معاك وربنا يوفقك دايما، نورنا دايما. ده انا سعيد بالمداخله الجميله طبعا دي. حبيبي ربنا يكرمك يا حبيبي. كابتن محمد كنت لسه بتكلم على اهميه المباراه والبدايات، طبعا مصر والدومينيكان النهارده الساعه 6 مساء، والتجربه الاولى حضرتك شايفها النهارده المباراه ازاي؟ شايف منتخب الدومينيكان النهارده ممكن يحقق النهارده مفاجاه؟ يعني دي حاجه ما نتمنهاش، لكن هي فرصه كويسه لمنتخب مصر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه، عشان مش هنقدر نستسهل المباراه بتاعت اسبانيا او اوزبكستان. المجموعه بتاعتنا برضو بتضم المنتخبين دول وهم عندهم ماتش قبلنا على طول، فدي من الحاجات المهمه ان انت تحقق اول فوز باذن الله قبل ما تقابل المواجهه الشرسه مع اسبانيا طبعا او اوزبكستان. المنتخبات يعتبروا من الحاجات المستقبليه لبلادهم. اتمنى بالكوكبه اللي موجوده معانا قياده زيزو طبعا والنني مع المجموعه الجميله بتاعه المنتخب الاولمبي ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه، لان البدايه دايما خصوصا لما بيكون في بطوله مجمعه او دوري مجموعات مهمه جدا ان انت اول فوز تحققه، خصوصا لما يكون متاح ليك، يعني عشان تقدر تجمع اكبر عدد نقط من خلال المجموعه عشان الدور اللي بعد كده باذن الله. ميكالي طبعا المدير الفني لحل المنتخب الاولمبي بقاله كتير مع المنتخب، شايف خلاص انه بدا يعرف المنتخب، بدا يحط ايده على المنتخب بشكل كبير، شايف ان ده ممكن يفيده في المباراه القادمه للمنتخب الاولمبي؟ مفيش كلام طبعا، لان المجموعه اللي موجوده كمان من خيره لعيبه الدوري المصري، فدي حاجه من الحاجات الاساسيه، وهم لعيبه شايله انديتهم. يعني لما تيجي تتفرج على الخطوط اللي موجوده بدايه من حمزه لحسام لابراهيم عادل والخبرات اللي موجوده طبعا في النادي وزيزو، اعتقد ان دي حاجه من الحاجات اللي بتدينا اريحيه دايما في المكسب، واعتقد ان ميكالي عامل كويس قوي حسابه على البطولات المجمعه، دي حاجه من الحاجات الاساسيه لاي مدرب محترف بيبقى عارف كويس قوي ان البطولات المجمعه مهمه جدا فيها البدايات. طبعا بدايه ماتش النهارده دي حاجه من الحاجات الاساسيه اللي تديك دفعه كويسه معنويه قبل ما تكون فنيه، عشان تقدر تقابل المنتخبات اللي بعد كده، خصوصا ان هم هيلعبوا قدامك قبليك، فهيبقى عندك خلفيه عن مستوى من دومينيك. ما اعتقدش ان هو عنده الاساسيات بتاعه تجميع المستوى الفني بتاعها او بتاعه لعيبته اللي موجوده. فالمكسب بتاع النهارده هو اللي هيديك الاريحيه لكل ده، هتعرف تفكر كويس هتقابل المنتخبات دي ازاي، هتعرف تفكر كويس اللي ناقصك ايه في الخطوط او اللي ناقصك ايه في النتائج اللي بعد كده. إيه عايز تعمل درون، عايز تعمل زون ديفنس مع فريق زي اسبانيا، هتقابله من فين؟ يعني الفرصه الكويسه بالنسبه لك ان هم هيلعبوا قبليك، فيبقى عندك رؤيه كويسه بعد الماتش بتاع دومينيك ان انت تتفرج عليهم. صحيح. يعني انا شايف ان الايجابيات بتاعت المجموعه دي ان انت هتقابل فريق زي دومينيك هنقابله في البدايه، فيكون اسهل الى حد ما يعني من اوزبكستان واسبانيا. هم يعني هو رغم ان مفيش حاجه سهله في الكوره دلوقتي، لكن تحترمه. فريق اكيد معد كويس، بطوله مش قليله، انظار العالم كلها بتتجه ليها، فاعتقد انه برضه عامل حسابه كويس قوي المنتخب مصر، خصوصا انه بيضم عناصر دوليه زي النني وزيزو. غياب احمد كوكا النهارده شايف انه مؤثر النهارده على المنتخب الاولمبي؟ ما فيش شك طبعا، لما يكون كوكا في فتره من الفترات كان متالق مع الاهلي، فاعتقد ان غيابه هيبقى مؤثر، لكن البركه في المجموعه اللي موجوده ابراهيم عادل والنني وزيزو لما بيتالق من ناحيه اليمين، المجموعه اللي موجوده كلها تبشر يعني ان ما فيش حد هيبقى مؤثر بالشكل الاساسي، لكن اعتقد ان الجمعيه هي اللي بتحتم عليك ان انت تلعب وتكسب بالمجموعه اللي موجوده ان شاء الله. وزيزو كمان لو في الفورمه النهارده او في البطوله بشكل عام يفرق. دي حاجه انا اتمناها، دي حاجه انا اتمناها ان شاء الله محمد. قادرين باذن الله ان نحقق ميداليه المره دي؟ يا رب يا كريم، نتمناها ان شاء الله وتبقى حاجه فتحت خير لمنتخبنا ان شاء الله باذن الله. يا رب كل التوفيق ودعواتنا باذن الله مع المنتخب الاولمبي. كابتن محمد صلاح ابو جريشه بشكرك شكرا جزيلا.